هو ليه في ناس دروس العقل لما بتطلعش عندها خالص، او بيطلع واحد او اتنين والاتنين التانيين ما بيطلعوش، وليه بتطلع صغيرة في الحجم، وليه احيانا كثيرة بتبقى مدفونة ومش لاقية مكان تطلع فيه وتعمل مشاكل كتيرة كلنا عانينا منها في يوم من الايام. يمكن اغلب الناس اللي عايشين دلوقتي على وجه الارض مفيش حد فيهم ما حصلوش معاناة بشكل او باخر بسبب دروس العقل. الموضوع ده ليه سبب، وفي بعض العلماء حللوا الموضوع ده انهم قالوا ان مع تطور الانسان اصبح استخدام دروس العقل والحاجة ليها اقل بكتير من زمان. الانسان البدائي قبل كده كان حجم الجمجمة اقل، حجم المخ اقل، والفك حجمه اكبر، فكان يتسع لدروس العقل انها تطلع وتنمو، وكانت مهمة جدا في حياته لانها بتساعد في مضغ الاكل اللي اغلبه كان ني. قبل ما يكتشف الانسان النار ويقدر يسوي الاكل يشويه او يسخنه او كده، كان الانسان البدائي بيحتاج لقوة كبيرة وتعب علشان يمضغ الاكل اللي هو غالبا كان بيبقى ني. فكان ربنا سبحانه وتعالى مدينه فك كبير، اسنان كبيرة ضخمة تساعده على المضغ. مع تطور الانسان، اكتشاف النار والادوات الجديدة بقى كلها على مدى العصور اللي تساعده في الطبيخ، ابتدى نوعية الاكل اللي بياكلها الانسان تبقى ريفاين، تبقى مطهية، تبقى سهلة المضغ. وبالتالي الحاجة لفك كبير واسنان ضخمة ما بقتش موجودة، غير ان من كتر ما الانسان تطور ومخه ابتدى يشتغل كتير، ابتدى المخ يكبر في الحجم والجمجمة بقت اكبر، وبالتالي المكان اللي كان موجود للفك الكبير ده ما بقاش كافي، فابتدى الفك يصغر. وفي دلائل كثيرة واشارات بتقول ان الانسان البدائي كان حجم الجمجمة عنده اقل وحجم الفك كان اكبر من الانسان الحالي في عصرنا ده. فلما اتطورت الامور ولما ابتدى حجم الجمجمة يزيد، ما بقاش في مكان كافي للفك، ابتدى يصغر، ابتدت دروس العقل ما تلاقيش مكان تطلع فيه. وهو ده السبب غالبا اللي ادى الى ان احنا نقابل مشاكل كتيرة دي في طلوع دروس العقل، وانها ممكن ما تبقاش موجودة اصلا. وفي كتير من العلماء بيتوقعوا ويتنبؤوا ان دروس العقل في الاجيال اللي هتيجي بعد كده ممكن تكون مش موجودة خالص وتختفي، ويصبح عدد الاسنان عند الانسان 28 مش 32، احتمال كبير الاربع دروس عقل اللي هيطلعوا له ما يطلعوش. دمتم بصحة وعافية، مع تحياتي دكتور وائل تفاحة.